اخوتي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو راكم باحسن صحه ان شاء الله. مرحبا بكم اخوتي كاملين، مرحبا بنا الجداد اللي التحقوا بعائله ابو رين الاعلان والتوظيف. اخوتي الك تحتاتوا اول مره تشاهدونا، ضغطوا الان على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الاعلانات وجديد الفيديوهات. اذا اخواني كما تشوف العنوان اجلكم استماره ديال لابيلفي اللي غنشوفوا الان طريقه ديال المال الاستماره بشكل صحيح. لكن قبل ما نبداو الفيديو غادي نشوفوا الفيديو اللي قطعت لكم البارح ديال شركه اوتونجما. يعني بزاف ديال منكم اخواني اخواتي اللي قلتوا لي بان الاستماره ما خداماش. غادي ندخلوا الان الفيديو. اذا غادي نمشيو لصندوق الوصف. اذا هذه الاستماره الخوت، الاستماره راه خدامه، انا غادي نورك عليها. خاصكم توركوا مزيان الخوت، توركوا فوق الكتبه الزرقاء. الا وركتوا في الجانب في الفوق ولا لتحت راه ما غاديش تطلع لكم الاستماره. وركوا فوق الاستماره، انا غادي نورك عليها دابا. كما كتلاحظوا الخوت، هي الاستماره طلعت بشكل صحيح بدون اي مشكل. ها هي الاستماره ديال شركه اوتونجما. اذا خوتي عاودوا جربوا وكليكيو فوق الرابط مزيان، كليكيو فوق من الرابط ماشي بجناب باش تطلع لكم الاستماره بشكل صحيح. اذا الان الخوت غنمشيو للاستماره ديال اسواق ديال لابيلفي اللي كتوظف مختلف يعني بجميع المدن المغربيه على بركه الله. اذا هذه الاستماره الاخوان راه كاينين بزاف ديال لي زوفر دومبلوا مع لابيلفي، وغادي نحط لكم فيديوهات مقسمين، يعني كل فيديو غنحط لكم فيه استماره بالتخصص اللي طالبين. كما كتلاحظوا هذه الاستماره بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا كمانجر ديال دي غيون، مانجر دي غيون بواسون بواسونغي، يعني الناس اللي بغاو يخدموا كدي مانجر في لي غيون ديال بواسونغي ديال لي غيون ديال السمك، تكون عندك اكسبيريونس اون ديستريبيسيون. اذا كما كتلاحظوا هذا لو تيتر ديال لانونس ليو، يعني المغرب كامل في جميع المدن المغربيه. انفورماسيون انفورماسيون ديال لوفر، يمكن لكم تقراوها لانفورماسيون ديال لوفر شنو غادي دير في لو بوست. هادو لي طاش اللي كيكون عندكم، اسيغ اون بون جيستيون دو رايون، اتاندغ اتاندغ دي زوبجيكتيف، مارج ستوك بروديكتيف. دونك هادشي كامل اللي كيتعلق بهذا المجال ديال مانجر غيون ديال بواسونغي. بالنسبه للبروفيل ريشيرش هادو المهم، يكون عندك باك بلس 2 على الاقل، مينيموم باك بلس 2 في الكوميرس جيستيون. تكون عندك اكسبيريونس ديال 3 سنين فما فوق دون لا بواسونغي دون لاكيل فوز افي ديفلوبي لي كومبيتونس سويفونت. عندك تجربه ولا ما عندكش الخوت سيفطو، عندكم تجربه ولا ما عندكمش غير سيفطو، عندكم نيفو باكالوريا باك بلس 2 سيفطو الطلب ديالكم، ديروا في الله توكلوا ما تخسروا حتى شي حاجه. الا كانت عندك تجربه فهذا احسن باش ان البروفيل ديالك يتقبل. اذا غادي نهبطوا شويه غادي نشوفوا الطريقه ديال مال الاستمارة ديال الاستمارة اخوان. بالنسبه للكونترا كما لاحظتوا كونترا سي دي، يعني كونترا دي ترافاي انديتيرميني دائمه غير منتهيه. دونك كنكتبوا الاسم الشخصي الاسم العائلي، وكنكتبوا الاسم الشخصي، وكنكتبوا لادريس ايميل، كنكتبوا لادريس ديال السكن ديالو في مثال عين السبع. المدينه كتكتبوا المدينه فين كتسكنوا، نديرو في مثال الدار البيضاء المغرب، غنخليوها دائما المغرب. موبيليتي عفوا موبيل رقم الهاتف، كتكتبوا رقم الهاتف ديالكم جي اس ام. و افيفو ان ديبلوم، واش عندك ديبلوم ولا ما عندكش؟ الا عندك ديبلوم غاتكوشي وي، ما عندكش ديبلوم غاتكوشي نو. نيفو دو كاليفيكاسيون، نيفو ليسي يعني عندك مستوى ديال ليسي، اولا عندك نيفو باك ديبلوم، ولا عندك ديبلوم دو كاليفيكاسيون، ولا عندك باك بلس 2 ليسونس باشلور ماستر كونترا. نديرو حنايا عندنا غير نيفو ليسي ولا نيفو باك على سبيل المثال. هنا كتكتب السميه ديال ليكول اللي قريتي فيها، نديرو في مثال الغزالي، كاين اللي غيعرفوا هاد المدرسه ديال الغزالي. كيل لو تيتر دو بوست دي فوتغ بوست اكتويال ديغنيي بوست اوكيبي. دونك غادي تكتب شنو البوست اللي انت خدام حاليا، اللي كنتي خدام او لا خدامه، ما كنتيش خدامه غتكتب ولا تكتبي اخر بوست اللي كنتي خدامه قبل، يعني الخدمه الاخرى اللي كنتي خدامه. في مثال كنت خدام في لا جيستيون، غادي ندير كنت خدام في لا جيستيون سيكريتاريا ولا شيفور ولا
كونطابل ولا ريسبسيونيست الى اخره. سميت الشركه اللي كنت خدام معها او اللي تخدم معها حاليا كتكتبوا الاسم ديالها وهنا كتجوانيو السي في كنديروا تيليشارجي فوتر سي في. الاستماره الخط سهله ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه كما العاده. جميع الاستمارات الاستماره راه احسن من الادريس ايميل يعني كتصيفطوا استماره في السي في ديالكم احسن من ما تصيفطوا عبر جيميل. دونك غادي نختار واحد لو سي في نديرو هاد الموديل اذا هو تيليشارجا وهذا عندي وورد يعني يكون فورما وورد وورد ولا بي دي اف. غنكوشيو هاد الكابتشا باش يعرفنا الموقع باننا ماشي روبو ومن بعد الاخوان غنكليكو على بوستولي. اذا نتوما تلاحظوا غادي الطلب ديالنا غيمشي هاد لو ميساج غنحيدو هاد لو ميساج. اذا كما كتلاحظوا هو لي ميساج ديال الكونفيرماسيون بان الطلب ديالنا مشى فوتر كانديداتور ايتي اونفوي افيك سوكسي. اذا خوتي هذه طريقه باش تملؤوا الاستماره بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا ك دي ماناجر دو ريون بواسونري. تكون عندك اكسبيريونس او لا ما عندكش اكسبيريونس غير صيفط اخي ولا اختي غير صيفط. وانا راه دائما كنقول لكم غير صيفط عندك اكسبيريونس ولا ما عندكش غير صيفط ماشي تشوف لانونس دايرين فيها واحد المستوى دراسي عالي ولا دايرين فيها خصك تكون عندك اكسبيريونس عامين ثلاث سنين اربع سنين. لا غير صيفط راه كل واحد وزهرو. الا كان مكتب لك الله شي حاجه ولا مقسم لك الله شي حاجه راه غتجي حتى لعندك. يعني الريكروتور ولا المشغل ملي غيدخل البروفيل ديالك غيشوف السي في ديالك تقدر تعجبو شي حاجه يقدر يعجبو مثلا النيفو ديتود ديالك على ليكسبيريونس. تقدر تعجبو واحد الحاجه عندك في السي في ديالك على ليكسبيريونس يعني في مثلا كنتي خدام واحد الشركه يعني البريزونطاسيون ديال السي في يعني المقر المكان حتى فين ساكن تكون قريب ليهم. كاين بزاف د العوامل لانهم يعني كيخليو ان السي في ديالك يتقبل والبروفيل ديالك يتقبل. دونك هادشي اللي كان الاخوان كنتمنى لكم التوفيق ومازال ان شاء الله نلوح لكم الاعلانات الاخرين اللي باقيين باقي التخصصات بلابيل في. باقيين بزاف ديال الاستمارات اللي غنبارطاجيهم معكم اليوم ان شاء الله. كاينين فرص عمل بزاف لابيل في. اذا خوتي نتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش تدعمونا بلايك وبارطاجي فيديو مع اصدقاء الاحباب وشاركوا دابا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. اذا كان اي سؤال ولا استفسار خليوا لي في صندوق التعليقات غنجاوبكم. وممكن تراسلوني دائما في لادريس ايميل اللي كنخلي لكم في صندوق الوصف offre d'emploi 132-132@gmail.com. إذن خوتي ناركم برو كان معكم أبو ريان راكم عزاز دائما وغالين. تبارك الله عليكم والله يسعى عليكم كاملين. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.